مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي حسن. ما رأيكم أن نختبر معلوماتنا؟ سأطرح عليكم 8 أسئلة، وعليكم أن تجيبوا على كل سؤال في مهلة قدرها 10 ثواني. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. السؤال الأول: ما هو اسم الإمام الصادق عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثاني: ما هو ترتيب الإمام الصادق بين الأئمة؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال الثالث: من هو والد الإمام الصادق عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: من هي والدة الإمام الصادق عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الخامس: متى ولد الإمام الصادق عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال السادس: متى استشهد الإمام الصادق عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال السابع: أين يقع قبر الإمام الصادق عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثامن: ما اسم المذهب الذي ينسب إلى الإمام الصادق؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.